روح انا وياك لعنده، انا كل خطوتي سالكه ما عندي ولا عقده. بعرف انك صار سليم، انا قلت له هالحكي، بس قال لي ما بيصير، في شغلات لازم مرتك تعملها لحتى ما ترجع العقده الي، يعني ارجع اتعقد انا من جديد. اذا كان هيك بروح معك، بس لضبطه بالسفره. بس ما معنا غير للساعه 6، ها الناس فوق بعضها بعشقه عشقه، خير الله بالزور نفوتها. ولا يهمك من لحق، هلا انا فوت مش للشريان وانت روح درس الاولاد من لحق. قلبيه شريطيه قلبيه بتشك انه شريطيه؟ لا قلبيه، انا متاكد من معلوماتي. لك شوفي بابا على ايش مختلفين؟ ها ما اجى البابا، اساله. بابا هلا ورقة الفاصلية قلبية ولا شريطية؟ انت شو قلت بابا؟ انا قلت شريطية. ها؟ شو؟ هي مكتوب بالدفتر ورقة الفاصلية شريطية؟ لا بابا غلط، انا متأكد من معلوماتي انه قلبية، بس هو نائم على اللوح غلط، ورقة القمح هي اللي شريطية. لا حبيبي، ورقة الفاصلية هي اللي شريطية. طيب هي البابا هون، هو بيعرف أكثر مني ومنك. بابا قل له عن ورقة الفاصلية. بقول له بس يعني هو هذا السؤال كثير مهم بابا، كثير مهم. بجوز بكره يجيب الفحص. طيب المعلمة شو قالت؟ قلبية ولا شريطية؟ شريطية. لا تصدقوا بابا، هو منقل من اللوح غلط. أحسن شيء أرجيلة من طالع كتاب العلوم ونتأكد. طالع كتابك العلوم لألا. طالع كتاب العلوم؟ كتاب العلوم شبك عم تحك راسها؟ ما معي. وينه؟ ضوعته. الله لا يعطيك عافية. شلون هلأ بدنا نعرف إنه شلون بدك تعرف إذا كانت قلبية ولا شريطية؟ شلون بدك تعرف تدرس؟ بسيطة بابا. ها شوف مكتوب بالدفتر شريطية. إيه مزبوط مكتوب شريطية، بس خايف كمان الدفتر يكون مثل ما قال أخوك نقله غلط أنت مع اللوح. شلون بدنا نعرف هلأ قلبية ولا شريطية؟ حزير له.